محتار وبتفكر؟ الأسعار والمتطلبات والضمان وقطع الغيار والصيانة كمان؟ معاك حق. طيب إيش رأيك في عنوان واحد؟ موتور سوق، الأحدث والأكبر والأشهر. موتور سوق، سيارتك واحتياجاتك. بعد أن تعرفنا معكم في بداية العام على تويوتا كامري 2018 بجيلها الجديد كلياً، ها هي النسخة الهجينة منها تظهر لأول مرة في المنطقة، حيث كشفت تويوتا عنها خلال معرض دبي الدولي للسيارات والذي يتواجد فيه فريق سعودي أوتو لتغطية أحداثه لكم أعزائنا المتابعين. ويعبر الشكل الخارجي عن التصميم العصري لكامري 2018 الهجينة الذي تم تطويره وفقاً لهندسة تويوتا العالمية الجديدة. وبالإضافة إلى تصميمها العصري الأخاذ، تؤمن كامري الهجينة توفيراً أكبر في استهلاك الوقود بنسبة 70% قياساً بكامري التي تعمل بمحرك الوقود التقليدي، وذلك بفضل النظام الهجين المعدل. وسوف يتمكن محرك كامري الكهربائي الجديد ذو سعة 2.5 لتر من توليد عزم دوران أكبر، وسيساهم في زيادة تجاوب التسارع بفضل قوته التي تبلغ 212 حصان. وتقترن كفاءة الطراز 2018 المحسنة بقيادة مذهلة بصورة لافتة للنظر، يؤمنها هيكل أخف وزنا وأكثر صلابة بنسبة 30%، ونظام تعليق جديد وتقنيات متطورة، فضلا عن مزايا سلامة عالمية المستوى. وتعتبر كامري الهجينة الكهربائية الجديدة رائدة في كفاءة استهلاك الوقود وأداء القيادة ضمن فئتها، وذلك بفضل نظام الدفع المجدد ومحرك القوة الديناميكية عالي الكفاءة والتسارع الجبار ونظام نقل الحركة المستمر التغيير الذي يساهم في تخفيض استهلاك الوقود. وبفضل نقل بطارية السيارة الهجينة الكهربائية من أرضية مقصورة الأمتعة إلى تحت المقعد الخلفي، فإن مساحة صندوق الأمتعة ستصبح أكبر، وسينخفض مركز الجاذبية مما يعزز استقرار التحكم الممتاز. وتمتاز كامري 2018 الهجينة الكهربائية بمزايا سلامة عالمية المستوى، تشمل نظام الضوء الأمامي المتكيف ونظام المكابح الإلكترونية ونظام المساعدة على تسلق المرتفعات ونظام منع غلق المكابح ونظام التحكم بثبات المركبة وشاشة خلفية، بالإضافة إلى مثبتات مقاعد الأطفال آيزوفيكس. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك معنا في قناة سعودي أوتو ليصلكم كل جديد في عالم السيارات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.